عودة لكم أعزائنا المشاهدين عبر مريم تي في وأكيد بفقرة الحقوق والحريات اللي من خلالها بنرجع بنسلط من الضوء على أبرز الحقوق والحريات والموجبات وكل الأوانين الجديدة اللي عم تصدر أه وأكيد يمكن بهالسلسلة اللي أه عم نتناول فيها مواضيع مكافحه الفساد واليه هذه المكافحه تتكون فعلا اليه قابله للتنفيذ واليوم من بعد صدور قانون الاثراء غير المشروع وكل التعديلات اللي طالت القانون القديم اليوم بهالاضاءه حول ابرز التعديلات وكيف يمكن رغم كل يمكن هالتناقضات وهالتصريحات اللي سمعناها كيف يمكن ان يكون هذا القانون حجرة أساسية في بناء مكافحة الفساد بهالوطن بيشرفني وبيسدني أني يكون عم بستضيف ضمن هذه الفقرة سالين مرهج وهي باحثة قانونية واقتصادية بهالموضوع اللي رح نتناوله سوا صباح الخير سالين. صباح النور وأنا بحب كثير كمان أتشكرك لاستضافتك لا لإلي ولأنك عطول بتضوي على هذا الموضوع يلي هو حديث الساعة ومهم جدا بظل يلي عم نشوفه هلا وعم نعيشه بلبنان يعني ما بعرف قد هيك سالين قادر هالقانون يكون بهالمنظومه هال لمكافحه الفساد، بس قبل ما يمكن نلاقي هالجواب خلينا هيك ننطلق بهالبعد هيك شوي اذا بدنا نقول التاريخي، هو منه قانون جديد ولكن شو خلينا نقول هيك شو قدم جديد وكيف كان قبل هل أنون من أين لك هذا يعني دائما من, من أولى <applause> صحيح آه هو هذا القانون روي هو صدر سنة 1953 آه وتم تعديله سنة 1999 هو اسمه قانون الإثراء غير المشروع هلا آه بالقانون الجديد يلي أقر مؤخرا صار اسمه قانون التصريح عن الزم المالية والمصالح وجرم الاثراء غير المشروع آه تم يعني هو القانون القديم كان في آه كذا مشكله فيه او كان في كذا ثغره فيه وكذا عقبه يلي منعت مثل ما شفنا آه تطبيق هذا القانون، من هيك كان على طول ينحكى عن انه ليش ما بيتم تطبيق هذا القانون، ليش ما بيتم تطبيق قانون إثراء غير المشروع، يلي بيعرف شوي بمواضيع مكافحة الفساد وبموضوع القوانين، كان بيلاحظ انه في كتير صعوبة لتطبيق هذا القانون لاسباب معينة. يعني وجد كي لا يطبق. 100%، في عالم اخ... كثير بتقول هالشيء. <applause> واخر تطبيق يمكن كان شفناه بال2019 يعني وما صار يعني بقضية معينة بين أحد السياسي يعني الوزراء وأحد أحد المصارف يعني كانت مضبوط هو يعني صار في محاولات لتطبيق هذا القانون ولكن يعني مثل ما قلت لك في صعوبات كبيرة أمام تطبيق هذا القانون بالحالة السابقة اللي كانت فيه لأسباب كثيرة فينا نحكي عنه اول سبب هو اذا بدك التعريف يلي كان موجود للاثراء غير المشروع، لم يكن هناك اصلا تعريف واضح لهذا الجرم، كان في كان بيعدد ثلاثه جرائم اذا بدك جرائم فساد بعرفها بيعددها كجرم اثراء غير مشروع ولكن لم تكن لم يكن هناك تعريف صحيح وواضح لهذا الجرم، بالتعديل الجديد صار في تعريف واضح يلي هو بيتماشى مع التعريف تبع الماده 20 من اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد اللي بتقول انه الاثراء غير المشروع هو اي زياده كبيره بثروه احد الموظفين العموميين يلي لا يمكن تبريرها على اساس مداخيله يعني يعني زياده غير مبرره اليوم بثروه احد الموظفين العموميين ومن ضمنهم اكيد بيدخل الوزراء النواب الرؤساء يعني 100% هن يعني هن ضمن تعريف الموظف العمومي مش هون نقطة هلا هو النقاش اللي عم بيصير حول موضوع هو حول موضوع اخر اللي هو موضوع الحصانات هلا إذا بدنا نحكي نحن هلا قبل ما نوصل لهيدا الموضوع قبل ما نوصل للحصانة <applause> الدستورية والدستور يمكن مع هذا القانون، ذكرنا إنه إجا هالقانون وعدل بهالتعريف بهالمادة وفسر يمكن هذا الجرم أكثر، شو بعد في هيك أشياء هالإيجابيات اللي قدمها؟ مزبوط في ايجابيه اخرى كثير مهمه يلي كانت قبل عم بتشكل عقبه كتير كبيره اللي هي موضوع الكفاله كان اذا بدك تتقدم انت بشكوى امام النيابه العامه بدك تدفع كفاله قيمتها 25 مليون ليره وهذا المبلغ هو كان يصادر هلا انخفضت هذه تم تخفيض هذه الكفاله الى 3 مليون ليره ولكن ممكن كمان اذا يعني فيك ما تتقدم لشكوى مباشره امام النيابه العامه ممكن تتقدم لشكوى امام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تشكل حتى اليوم التي لم تشكل صار في شوية إذا بدك تأخير بسبب جائحة كورونا وبسبب أكيد الانفجار الذي حصل إلى ما هنالك هنالك وإن شاء الله يعني يعني بتم شوي الإسراع بتشكيله ولكن ممكن كمان تقديم الشكوى أمام هذه الهيئة يعني free of charge ما بتدفع أبدا ولا كفالة فهيدي كمان احدى الحسنات يلي طرقت على هذا القانون بس اهم الحسنات يلي او الثغرات يلي تم اللي القانون القانون الجديد بهذا القانون هو هي الاشياء اللي بتتعلق كمان بالتصريح عن الزم المالية م. لانه هو كمان بيشكل الجزء كبير من هذا القانون اهم انه يعني وسع المروحة الاشخاص يلي بتخضع للتصريح عن الزم المالية صار كمان بيشمل المستشارين وبيشمل حيال الشخص بيقوم بعمل للدولة اللبنانية لصالح الدولة لصالح الدولة يعني كأنه الموظف العمومي ما بقى فقط الموظف اللي يمكن عنده دوام معين يخضع الى نظام <applause> الموظفين 112 لا صار كل انسان بيشتغل للدوله يعمل يعني آه يعني هل المفهوم قد برايك هيك ممكن انه يعزز انه آه كل من يقدم خدمه الى الدوله عمل لانه يعني يمكن الخدمه قد تكون بدون اجر مفروض هو آه. لا صحيح هو مش بس يلي يتقاضى اجر من الدوله اللبنانيه حتى الاشخاص يلي بتقوم بعمل من دون اجر هي تخضع للتصريح عن الزم المالية فمن من هذا الممتلئ توسيع هذه المروحة الأشخاص اللي تخضع على هذا القانون بتساعد أكثر على تعزيز الشفافية وعلى المحاسبة لهؤلاء الأشخاص اللي عم بيقوموا بشغل لصالح هذه الدولة اللبنانية هذه نقطة كتير مهمة في كمان نقطة أو إذا بدك أحد الثغرات اللي تم سدها بتعديل هذا القانون مؤخراً هي موضوع آلية هذه التصريحات، قبل كان بيصرحوا بس عن الأموال المنقولة والغير منقولة في الداخل وبالخارج من دون أي تفصيل، هلا صار مجبور تفصل وتقول عن آلية اكتسابك لهذه الأموال يعني هل كانت بالثروة مزبوط كانت هدية كانت شو بعرفني اشتريتها بس بتبقى ضمن مغلف بتبقى. محفوظ هلا ايه بتبقى ضمن مغلف محفوظ لدى الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد ولكن بيتم يعني تعديل يعني تعديلها دوريا كل ثلاث سنوات بده يصرح ايه صحيح بيتم اعاده بس إن... التصريح بس هي لم تعد سريه لاعضاء الهيئه ولم تعد سريه لدى النيابه العامه اذا صار في ملاحقه لهذا الموظف م. العام، قبل كانت السريه لحتى اثبات الجرم هلا لم تعد سريه صار ممكن الاطلاع عليها من قبل النيابه العامه يعني من وقت انشاء هالقانون يقال حوالي 72 الف تصريح مغلف بعده مقفل موجود لدى البنك المركزي مصر في لبنان ما حدا بيعرف شو شو يعني ما حدا بيعرف كيف مصرحين لانه ما كان في اليه واضحه هلا صار في اليه واضحه ومش بس عن الاموال يعني حتى اذا في ايرادات ناتجه عن آه عن آه تنقول حضرتك عندك شو بعرف بستين شركه او شركه أو أسهم بستين ليمون قد الايرادات يلي متوقع انه تنتج لك هذا يعني هز... كانه صار في مراقبه لتطور هالثروه لدى هالموظف العمومي او كل شخص مثل ما قلنا عم يؤدي عمل لصالح الدوله. صحيح. آه وكمان يعني توسيع مضمون هالتصريح مثل ما ذكرتي. آه طيب اليوم في حال عدم التصريح آه هل العقوبه زادت نقصت مقارنه مع ما هو بالسابق؟ آه هلا صار في مهله آه عطيها القانون يلي هي مدتها آه على ما اظن ست اشهر آه من بعد هذه يعني من بعد اذا مدت ست اشهر ولم يتم التصريح عن الذمه الماليه آه يعتبر آه الموظف مستقيل حكما يعني آه عدم التصريح هو تحت طائله الاستقاله الحكميه آه ويعني ما بيعود بيتم تسديد او دفع اي اجر اذا كان هذا الشخص بيتقاضى أو اي اجر او مخصصات او الى ما هنالك يتم التوقف عن تسديد ودفع هذه الاجور والرواتب والمخصصات نعم آه سليم يعني اليوم هالقانون التعديلي ايضا آه كان في كثير من آه الثغرات وسمعنا كمان يمكن الكثير الكثيرين من القانونيين اللي عم بيقولوا انه هنالك ثغره كبيره اليوم وهو قانون عفوا هو ايضا قانون غير قابل للتطبيق بظل وجود نص دستوري يمنع الملاحقه لانه فيها الحصانه للوزراء واكيد النواب اذا كانوا ضمن العقد او ضمن أو خارج هالعقد الدورة, الـ الدورة الـ النيابية. قدي نعم. اليوم هالمفهوم وأدي فعلا هالموضوع هو مثل ما عم نشوفه هيك موضوع تراشقي بس قديه بجوهره وأدي قابل هالقانون للتطبيق بظل وجود نص دستوري؟ أوكي آه هلا آه هو آه موضوع هل يعني هذا الموضوع صار فيه نقاش كبير عليه عم بيصير <applause> ويعني لحد هلا ما في اجماع في عده اذا بدك تفسيرات آه لا آه لهذا الموضوع بس اكيد بدنا يعني المرجعيه هي على طول بتبقى الدستور بالماده 60 من الدستور اللي بتحكي عن آه محاكمه رئيس الجمهوريه هي واضحه يعني ما يعني ما في نقاش عليها انه لا يمكن آه محاكمه آه رئيس آه الجمهوريه الا امام مجلس المجلس المجلس الأعلى. الاعلى لمحاكمه الرؤساء والوزراء والا اذا تم الا اذا تم الادعاء عليه من قبل النواب لمحاكمته امام هذا المجلس لذلك يعني لا يمكن محاكمته امام القضاء العدل الجزائي العادي اما بالنسبه هذا امر يعني محسوم بالنسبه الى محسن. رئيس الجمهوريه بحسب الماده 6 مادة 60 من الدستور آه بالنسبة للمادة 70 من الدستور يلي هي في التباس حولها إذا بدك أو نقاش حولها هي اللي بتتعلق بمحاكمة الوزراء آه ورؤساء مجالس الوزراء يلي هي يعني ما أنا كتير واضحة لأنه ما في ما بتعطي الحصرية اللي بتعطيها لرئيس الجمهورية بموضوع محاكمته أمام المجلس الأعلى. بتقول انه للمجلس الاعلى محاكمه الوزراء بس ما بتحكي يعني النص منه صريح مثل ما هو صريح مقارنه بموضوع الماده 60 وكمان في نقطه اخرى يلي بتحكي عن انه هل هو جرم عادي، جرم الاثراء غير المشروع او يندرج ضمن تعريف الاخلال بالوظيفه لانه هو بيقول انه لما يكون في اخلال بالوظيفه لدى الوزير يتم حكمته امام هذا المجلس الاعلى. ولكن بالماده 10 من تعديل قانون الاثراء غير المشروع كمان بيقول بصراحه انه هذا الجرم هو جرم عادي. لذلك في بعض التفسيرات اللي عم بتقول انه انه لا يعني مثل كانه اذا الوزير هلا اجى قتل انه هذا جرم عادي يعني اكيد هي جريمه مشهوده مزبوط فلذلك لازم يكون آه ما لازم يكون عادل. في حس... لازم يروح على القضاء العادي لانه هذا ما ضمن يعني الوظيفه آه يلي فهون آه هون يعني النقاش اللي عم بيصير اللي يعني في في رايين بهذا الموضوع يعني ولم يتم البت بذلك حتى الان اما بالنسبه ل النواب فكمان الموضوع كتير واضح انه يتم محاكمة النائب امام القضاء العدلي العادي ولكن اذا كان ضمن الدورة المنعقدة العادية لمجلس النواب بدك الاذن من اكيد عدد معين من تلتين رفع الحصانة مزبوط لرفع الحصانة ولكن يتم محاكمته امام القضاء العدلي الجزائي العادي نعم طيب يمكن هيك كل زياده غير مبرره الثروة آه اليوم هي موضع شك وموضع تحقيق وموضع لاكتشاف آه من اين لك هذا لكل مثل ما قلنا موظف آه ادي اليوم هيدا القانون هو بي بي ياتي ضمن هذه السلسله من القوانين قانون حق الوصول الى المعلومات آه يعني وكل والمرسوم التطبيقي لها بيجي ضمن خلينا نقول هالسلسله لحتى فعلا بناء دوله القانون حيث المحاسبه حيث النزاهه حيث المساءله هي اساسيه هلا نحن نعرف انه بمكافحة الفساد في عندك منظومة لمكافحة الفساد هي ما بتصير بقانون معين او بتشريع قانون معين او حتى ليس فقط يعني ما بيتم حتى فقط بالتشريعات هي يعني في آلية آه، وهلا آه في ثقافه لدى مزمد. المجتمع انه يرائب وحاسب وهلا مؤخرا ما بعرف اذا حضرتك على علم بالموضوع صار في اقرار لأول آه آه استراتيجيه وطنيه لمكافحه الفساد في لبنان هذه القوانين يلي عم بيتم هلا اقرارها او تعديلها مثل ما شفنا قبل قانون الحق بالوصول للمعلومات حمايه كشف الفساد قانون مكافحه الفساد في القطاع العام وتشكيل الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد وهلا الان قانون الاثراء غير المشروع وفي عده قوانين اخرى مثل يلي يتم هلا العمل على تعديلها مثل قانون الشراء العام وقانون استقلاليه القضاء يلي هن هي اكيد كثير مهمه بسله هالتشريعات اللي نحن بحاجه لها لمكافحة الفساد ولكن آه يعني آه هذا الموضوع اكيد ما انه كافي وبيبقى مم. اكيد العبره بتطبيق هذه القوانين ولكن من المهم جدا انه نعطي القضاء آه هذه الادوات يعني بدك الادوات صحيح لنمكنه ونعطيه اكيد الاستقلاليه يلي بيعوزها لحتى نمكنه مكنه من تطبيق هذه القوانين لانه إذا ما عنا هذه القوانين أكيد ما فينا نجي نحكي عن عن أي تطبيق وأي مكافحة بظل آه يعني عدم وجود هذه الأدوات. صحيح. آه سليم بعرفك خبرتك كمان مع آه الجمعيات اللي اهتمت آه بهالموضوع وخصوصا بموضوع يعني اليوم آه مكافحة الفساد و الوصول الى حقيقه الارقام وكل هالمواضيع يعني قد هيك هالجمعيات بتلعب دور اكثر ب بالعمل من اجل اقرار هذه القوانين ومش بس الاقرار هي متابعه تنفيذ هذه القوانين كان من خلال الدراسات التقارير الابحاث اللي بتنشرها و وشو يعني اليوم دور يعني هل يؤخذ برأيه يعني باجتماعات اللجان النيابية يعني هل كان في جمعيات مشاركة لموضوع الإثراء غير المشروع؟ صحيح هو يعني أهم عمل يقوم به مؤسسات المجتمع المدني هو موضوع اللوبينج يلي بيصير حيث يتم الضغط على آه النواب ووزراء وصانعي القرار آه لا آه القوانين ولا تشريع القوانين اللازمه بلا آه مواضيع معينه هلا نحن عم نحكي عن موضوع مكافحه الفساد فصار في كثير لوبينج من قبل كذا يعني آه منظمه للمجتمع المدني واكيد تم الاخذ خبراتهم آه وتم يعني التعاون معهم آه بكتابة هذه أكيد التعديلات مسودة, مسودة التعديلات على هذا القانون والكثير من القوانين الأخرى شفنا كمان بتعديلات تبع قانون الحق بالوصول للمعلومات كمان آه المقدم من النائب جورج عقاس كمان دعا عد العديد من مؤسسات والمنظمات المجتمع المدني يلي هي هي عندها خبرات بموضوع حق الوصول للمعلومات وكانت عم بتتابع هذا القانون من اول ما تم اقراره حتى قبل ما يتم اقراره وتم الاخذ بملاحظات واقتراحات لا هذا القانون واكيد مثل ما قلت حضرتك من بعد اقرار هذه القوانين ومن بعد يعني ما يعني هو اكثر يعني اللي بيقوم فيه المجتمع المدني هو مثل العمل اللي بيقوم فيه المواطن لما بينزل على الشارع وبيخلق هذا الضغط على صانع القرار لحتى يدف شو لا يقوم باصلاح معين او لحتى يقوم بتلبية طلب معين يعني المواطن عم عم بيطالب فيه أما بموضوع الدراسات فهي كمان بتساعد لتبيان الحقيقة يعني نحن فينا نجي نقول إنه أوكي شرعنا نحن عملنا تشيك ليست وقلنا إنه أوكي نحن صار قانون مثلا حق الوصول للمعلومات أو قانون إثراء غير المشروع بس, بس شو هل يتم العبرة في, في التنفيذ مضبوط العبرة في التنفيذ مثل ما قلنا لذلك يتم متابعة هذا الموضوع من قبل هذه المؤسسات ويتم يعني العمل مع إذا بدك الستيك هولدرز او الاشخاص المعنيين بتطبيق هذه القوانين ان كان اوضات معينين ان كان محامين ان كان مؤسسات مجتمع مدني اخرى ان كان مع جمعيات ان كان مع ناشطين بيتم توعيتهم على اهميه هذه القوانين كيف بيقدروا هن يستخدموا هذه القوانين لتفعيل دور الرقابي كمجتمع مدني او تفعيل دور كاذا كانوا مثلا هن قضاه يعني حتى حمي. يمكن لتطوير هذا التشريع اليوم بده يكون اكثر من هال من هالثغرات يمكن الموجوده بهالقانون لحتى نقدر نكون عم نواكب اليوم المجتمع بكل تطوراته وتقدمه بده يكون في منظومه متكامله بهالموضوع سلين اليوم يعني هذا القانون يعني اقر وسيصدر في الجريده الرسميه هلا يمكن يكون موضوع للطعن امام المجلس الدستوري او هيدا بننطر يمكن القرار، بس اليوم المواطن العادي كيف ممكن يقدر يستفيد من هذا القانون تيكون هو جزء من منظومه مكافحه الفساد الفاعله، لانه اليوم في الدور الرقابي المنوط بكل مواطن مش بس بالانتخابات النيابية أوكي يمكن الانتخابات هونيك بتكون المحاسبة بس اليوم كمان كيف أنا يمكن عم شوف موظف موظف عمومي يمكن ما بعرف بممتلكاته بالأراضي بالعقارات وبدي ضل ساكت كيف يبادر يعني خطوات عملية أوكي أكيد مثل ما قلنا المواطن عنده دور يعني مهم جدا وهذا القانون يعني سمح له يلعب هذا الدور التعديل اللي طرع على هذا القانون من خلال مثل ما قلنا أنه تقديم شكوى يعني أنا إذا رحت رح لاحظت أنه تنقول جاري اللي هو موظف عمومي من فئة معينة مفروض أنه معروف قدي أجره ولكن عم بعيش يعني في باللايف ستايل تبعه انا بشوف في يعني شيء غير شيء مبرر 100% في شيء غير مبرر باللايف ستايل تبعه في روح انا اتقدم بشكوى مجانيه امام الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد او إذا بدي أنا أتقدم مباشرة في روح على النيابة العامة وادفع كفالة 3 ملايين ليرة واتقدم بهذه الشكوى، والشكاوى يلي بتصير أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي بتكون سرية يعني ما ما بي ما بينعلن اسم الشخص يلي تقدم بهذه الشكوى ليتم حمايته أكيد وكمان مثل ما منعرف وحكينا إنه صار في إقرار لقانون حماية كاشفي الفساد فهذا القانون كمان بيستفيد منه بيستفيد منه لا, لا حمايته وحمايه اكيد عائلته من من اي إذا بدك ضرر او تعرض ممكن ان يتعرض له نعم آه ما بعرفك يمكن آه اليوم الطريق آه مرسومه وموجوده ويمكن الخطوات واضحه وفي تسهيل لهالقانون ولكن تبقى آه مثل ما قلنا العبره بالتنفيذ واكيد آه أنه المواطن كمان يوعي على هالمسؤولية مسؤولية المراقبة ما بعرف إذا بعد بتحبي تزيدي شي حول هالموضوع هيك يمكن ما له <applause> انا بدي بس احكي عن موضوع انه كمان صار في تصريح عن المصالح مش بس عن الذمه الماليه يعني بهذا القانون كمان صار مجبور يصرح عن المصالح يلي له الموظف العام حتى لو كانت هذه المصالح ما يعني ما بتعيد لإله بأي مردود او اجر بس بس مجبور يصرح عنا كمان من باب اكيد تعزيز الشفافيه والمحاسبه للاشخاص يلي عم بتقدم خدمه او عم بتقوم بعمل للدوله صالح الدولة. سليم مرهج انا بدي اشكرك اليوم على هالاضاءه على هالقانون التعديلي لقانون اثراء غير المشروع واكيد اللي بيطلب بعد الكثير من الدراسات ويمكن قدام اول ما بعرف دعوه او شكوى ستقدم رح نلاقي كيف رح تكون الدفاعات وباي اسس قانونيه رح يكونوا عم يبنوا عليها ولكن دائما هالمنظومه اللي بدها تواكب اليوم تطور المجتمع وخصوصا باللي عم نعيشه اليوم بعد كل هالاحداث وخصوصا بانتظار التحقيقات ايضا بانفجار 4 اب ولكن تبقى العبرة مش بس بإيجاد النصوص القانونية هال هالتولز ولكن كمان بهالتنفيذ أهلا وسهلا فيك وعلى أمل دائما اللقاء أعزائنا المشاهدين بريك وأكيد من بعد كفين سوا خليكن معنا